سلمى، بننتقل بفقرتنا التالية لعالم الموسيقى لليوم، ومع موسيقى عزف من أهم الفنانين العرب، من السيدة فيروز إلى الراحل وديع الصافي، جوليا بطرس، وأسماء كثيرة، وشارك بالعديد من المهرجانات الموسيقية بالعالم، وكان له الفضل بإدخال آلة الأكورديون في كثير من المجالات الموسيقية في سوريا. أكيد نور، رح نتعرف أكثر عن هي الآلة وعن حبه إلها وعشقه إلها وأهميتها. أكيد عم نحكي عن الموسيقار وأيضا العازف الأول بالشرق الأوسط، الأستاذ وسام الشاعر، ضيفنا بصباحنا غير لليوم. أهلا وسهلا. الله يسلمكم يا هلا. يسعد صباحك مايسترو. صباحكم ورد وياسمين، وإن شاء الله هيك دائما الشام وكل سوريا وكل الوطن العربي حتى يكون صباحه عامر بإذن الله. بسوريا رغم كل الظروف يمكن اللي عم نعيشها، بسوريا رغم كل ظروف الحرب اللي عم نعيشها، الفن والإبداع مستمر. وكنا عم نحكي تحت الهواء عن إنجازاتك الفنية في جميع واهم المهرجانات مع اهم الفنانين، بعمر صغير حققت يمكن انجازات مهمه. نحن دائما بنكون من خلال برنامج صباحنا غير بنسلط الضوء على اهم الفنانين السوريين اللي عندهم انجازات كثير مهمه، وخلينا نحكي عنها. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء جوليا بطرس، فيروز، وديع الصافي. قبل ما نحكي عن انجازاتك هي، لما تشارك مع هدول الفنانين بعمر صغير، 19 سنه كان عمرك، مع الست فيروز، كيف يكون شعورك؟ يعني قد ما حكينا مثلا وقلنا انه فيروز هي بصباحاتنا بتكون، بس لما تكون انت معها على المسرح وعم تعزف. هلا هو حلم كان بس تحقق بكير. يعني في اكيد في الموسيقيين بيوصلوا لمرحله كبيره بالعمر وما بيحققوا. يبدو الحظ او الاجتهاد او اثنين سوا. أنا بقول لك شغلي، أنا كنت مجتهد يعني كعازف من صغري، وكنت ما أنطر المعلومة تجيني. يعني أنا أركض وراء العازف، إذا إجا عازف على سوريا سافر مثلا من طرطوس مثلا على دمشق لحتى شوف العازف هذا الأجنبي أو العربي أو هي. فالحمد لله دعم يعني من الأهل، أكيد شجعوني، والوالد والوالدي واخواتي كلهم هن بالاصل. يعني نحن من اسره كنا بفتره من الفترات، كانت الاسره الاولى بمحافظه طرطوس، كانت تتكرم كاسره ثقافيه كاسره علميه. فكان بجوز هذا الشيء كمان له البيئه اكيد بتلعب دور، بس بنفس الوقت انه انا كان عندي حلم فعلا انه لحق السيده فيروز، فلحقتها بسرعه. وكان بالنسبة لي كان موضوع كتير، يمكن هو أهم شيء حققته بحياتي كعمل مع حدا وبعمر صغير. يعني كمان هي بس حاليا هلا عم اتجه لعمل انه وسام يقدم هو. يعني ما انه بقى اشتغل مع يعني اكيد بتشرف بالشغل مع الاوركسترا الوطنيه للموسيقى العربيه والاوركسترا السيمفوني الوطني، اشتغلت معهم عده مرات، بس هلا عم فكر يعني انه عمل لازم منفرد. لازم ايه عمل منفرد، وهو نحن هلا بصدد مهرجان العزف المنفرد، فمشاركتي للمره الثالثه. هو صار ثلاث مرات، يعني 2015 16 وهلا 17، فالحمد لله ان شاء الله بيتحقق. يعني يمكن مثل هالمهرجانات عطت فرصه للناس لحتى تشوف عازفين نحن فعلا ما كنا كثير بنعرف عنهم، هن لهم قيمه، احرزوا كثير خلينا نقول جوائز ومشاركات من حضرتك وغيرها من الفنانين يلي عم بيشاركوا بمهرجان العزف المنفرد. هي الفرصه كثير مهمه. تمام. اكيد مثل ما ذكرنا حضرتك عزفت مع الفنانه فيروز، خلينا نسمع شيء فيروزي ببصمتك الخاصة، تفضل. تعالوا لا تجي. يلا. Thank you.
يسلم الإذن. يسلم هالأنامل. خلينا نحكي معك وسام عن مشاركاتك بالعديد من المهرجانات، شاركت بأهم المهرجان على مستوى الوطن العربي مع أهم الفنانين والنجوم. خلينا نحكي عن هدول المهرجانات يعني، ومثل ما ذكرنا كمان سابقا كمان بلشت بعمر صغير وقفت على أهم مسارح. تماما. هلا شاركت بمهرجان الموسيقى العربية بمصر. طبعا بالمهرجانات الثقافية العربية لما كان الوطن العربي في نوع من الاتحاد، كان يصير في مهرجانات بمصر بدمشق بالدوحة بكل هاي الأماكن. إن شاء الله يرجع العرب هيك يكونوا هيك إيد مع سوريا يعني، يا رب. وترجع هيك المهرجانات هاي. وإن ما رجعت نحن بسوريا عم نعمل مهرجان الموسيقى العربية يعني، حتى صحيح. الأستاذ جوان قرجولي بوجه له كثير شكر أكيد. عمل قال نحن الموسيقى السورية هي أم الموسيقى بالوطن العربي، هي ومصر أكيد. فنعمل مهرجان الموسيقى العربية بسوريا يعني، عم نعمله بشكل دائم لنا 3 سنين يمكن أو حتى 4 سنين، وعم نقدم معظم الموسيقى، معظم انواع الموسيقى اللي بكل انحاء الوطن العربي يعني، وعم نقدمه يمكن بظروف استثنائيه تماما صعبه، بظروف يعني صعبه جدا جدا. بس الحمد لله انا شايف انه ما عاد في داعي بقى نحكي عن الظروف الصعبه، لانه نحن تخطيناها بانجازات واضحه عم نتخطاها يعني. اكيد. فهي الفكره. انا بدي احكي عن المشاركات، شاركت بمهرجان الموسيقى العربيه بمصر وتم تكريمي بالقاهره من قبل الدكتوره المرحومه الدكتوره رتيبه الحفني، كانت مدير دار الاوبرا بمصر. كم تكريمي كعازف مهم على مستوى الوطن العربي. شاركت كمان مع عازفين كثير مهمين كعازفين اكورديون بالعالم. ماريو ستيفانو بايطاليا كان هذا عازف مهم جدا على مستوى العالم، واشتغل عده مرات هو مع اندريا بوتشيلي يعني من اهم مغنيين الاوبرا والبوب بالعالم. فكان مشاركتي كمان معه. التقيت بفاروق سلامي لساته على قيد الحياة، هذا اللي عازف الأكورديون الأسطورة اللي عزف مع السيدة أم كلثوم فترة طويلة، والله يطول بعمره ويخلي لنا إياه يعني. هو اللي حكى عني بأحد المقابلات كمان إنه ده العازف اللي بيعزف مع فيروز بطريقة تانية، فهيك حكى بالضبط يعني. أنا ماني شاطر بالمصري يعني بس بس حلو. فالتقيت معه مرتين الأستاذ فاروق، وأنا يعني شاركت كمان مع الموسيقار العالمي عازف البيانو كان الأسطورة بعهد الثمانينات راؤول دي بلازيو، اللي لحن لأزنافور لابويم ولحن لعدة مغنيين عالميين يعني، هو مصنف عالميا راؤول دي بلازيو. عزفت معه بالفرقه وكنت اول عازف عربي اكورديون عربي بيشتغل معه. كان وقتها وجه لي الدعوه ميشيل فاضل، عازف بيانو والموزع الموسيقي اللبناني. واشتغلت بعدين اشتغلت سوليات اكورديون مع السيدة جوليا بطرس، المرحوم وديع الصافي كمان اشتغلت معه عده حفلات، كمان الكاظم الساهر الالبوم الاخير يعني، عده مشاركات. بالنسبه كاسولو عزفت بالقاهره بالاسكندريه بلبنان باسبانيا بتونس بقرطاج وبدبي بعدة أماكن عربية تانية يعني. بما أنه حكيت عن العزف المنفرد، حضرتك مصنف كأول عازف أكورديون بالشرق الأوسط، هذا اللقب بده كتير جهد، بده كتير تعب، وأكيد كتير من الحفلات لحتى قدرت تحصل على هذا اللقب. نحكي شوي عن هذا الشيء، كيف حصلت عليه؟ تمام. هلأ كنت أول عازف أكورديون بالشرق الأوسط بيقدم سولو مع الفرقة السيمفوني الوطني. كانت الفرقة السيمفوني الوطنية الفرقة السيمفوني الوطنية السورية، وكنت كعازف عربي أول عازف عربي بيقدم سولو مع فرقة سيمفونية. وقدمت وقتها مع المايسترو ميساك باكبودوريان بال 2013. كيف نوجه له تحية؟ أكيد. قدمت عمل من موسيقى التانجو لأستور بياتسولا، عملين ليبرتانجو أو بليفيون. طبعا التانجو هو مشهور كثير بأمريكا الجنوبية بالأرجنتين، وانتشر بالعالم هلا يعني، بتلاحظي حتى الأوركسترات عم تعزف تانجو.
بس بطريقه كثير مدروسه. وبتمنى المشاهد اللي مفكر بس تانجو هي عباره عن متة، لا كمان هي موسيقى كثير عالميه ومهمه، يبحث بالانترنت ويسمع الموسيقى. بعدين عزفت مع الاستاذ اندري معلولي، كمان قاد الفرقه السيمفونيه الوطنيه. وقتها انا وزعت العمل، كان هو مكتوب للاكورديون والبيانو او للباندونيون، لانه التانجو بيعزفوا على الاله مثل الاكورديون شبيهه بس صغيره وصوتها كثير حاد اكثر من الاكورديون. انا ما بعرف اعزف على الباندونيون، قلت بدي اجيب صوت الباندونيون بالاكورديون، فوزعت عمل تانجو كمان لاستور بياتسولا، هو الخريفي بيونيس ايريس، وتم توزيعه للفرقه السيمفونيه الوطنيه طبعا بعد موافقه المايسترو اندري والمايسترو ميساك، كونوا هن قاده الفرقه يعني القاده بالفرقه السيمفوني، موافقه دار الاوبرا، وهذا الشيء تارشف بدار الاسد للثقافه والفنون. قدمته الحكي بال 2016 تمام، بشهر الرابع تاريخ 4/4 ب 2016. ب 2015 تم تكريمي من قبل السفاره الروسيه. مو اول مره، هي ثاني مره يمكن بيتم تكريمك. 2015 تكرمت اول مره بظروف هاي المرحله، عزفت قطعه اوشيت شورنيه وعزفت كالينكا، قطعتين من الفلكلور الروسي كثير عزفتهم باتقان. قطعه صغيره منهم؟ اكيد اكيد، بنهايه هي راح اعزف القطعتين. فتم تكريمي من البوست الثقافي للسفاره الروسيه. بعدين بال 2017 السنه هي بتاريخ 11/7 توجهت لي دعوه رسميه من قبل السفير الروسي يشكر جدا، ومن قبل المركز الثقافي الروسي لتكريمي وللمشاركه في العيد الوطني للسفاره الروسيه. وكان هذا بالنسبه لهون حدث اول عازف، انه لا لانه يعني ما في غيري سوري وعم يعزف معهم بعيدهم، فهذا كان نوع من التكريم. حتى وقتها مديره المركز الثقافي الروسي قالت لي هذا نوع من التكريم، انه يعني مو انه نخليه، يعني انه حدا ما نو روسي هو يعزف بعيدنا ونكرمه بنفس الوقت ونوجه له دعوه رسميه. فانا بتشكرهم للسفاره الروسيه على جهودهم، وبتشكر كمان بلدنا هون والدار الاوبرا والمعهد العالي للموسيقى ومعهد صلح الوادي وكليه التربيه الموسيقيه، انه هن بعتقد اكيد لهم باع طويل بوجودي. يعني هن اللي يعني اكيد بدنا نوجه لهم شكر اكيد وتحيه. بس قديش فعلا اليوم وسام العازف بده يكون مجتهد ويشتغل على حاله ليوصل، لانه دائما نقول نحن الستار اللي بيوصل يمكن المطرب الممثل، يمكن الجنود المجهولين العازفين. قديش فعلا انت بتتعب على حالك لما يكون عندك مسيره فنيه مثل هي، لما يكون عندك انجازات مو فقط في سوريا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، قديش فعلا لازم يكون في اجتهاد شخصي. اكيد. هلا بدي احكي لك حادثة صارت معي بهولندا. التقيت بعازف اكورديون اسمه بارت، هو من اهم عازفين الاكورديون بالعالم. فعم يعزف كثير بتكنيك عالي، وكنت انا وقتها كان مشاركتنا مع السيدة فيروز وقتها ب 2011 وقتها بهولندا بمهرجان الملكي، وكان دعوة من الملكي يعني وقتها على المسرح الملكي وبحضورها. سمعني شغله، هو كان مشارك مع احد المغنيين العالميين قبل بيوم من يعني قبل بيوم من سيد فيروز، كان سيد فيروز هي الختام. فالتقينا كعازفين اكورديون، وكان في نوع مثل هيك المبادره. انا بصراحه حسيته انه هو بيفوق علي بالتكنيك، هالحكي بال 2011 يعني كعزف وكتقنيه هو بيتفوق علي. من وقتها حطيت بذهني لا انا بدي اتفوق عليه وعلى اكثر مثله يعني. فمن وقتها انا لك شغلي فعلا بال 2013 كفيت بالمعهد العالي للموسيقى بعد انقطاع، وبقرار من مجلس المعهد مشكور تم اعتماد آلة الأكورديون كآلة أساسية بالمعهد العالي، وتم تخرجي من المعهد العالي كأول عازف أكورديون أكاديمي في سوريا. أكيد. يعني نحن الوقت سرقنا محسنة بالوقت معك، قبل ما نخطب بدنا نسمع شيء سريع منك. أوكي.
يعني مع هالعزف الحلو هيك سرقتنا مع هالموسيقى الحلوة. بنتشكر وجودك معنا وأكيد لنا محطات قادمة وإنجازات قادمة بعد حفلك أكيد في مهرجان العزف المنفرد الموسيقار ويسام. تمام. شكراً بتاريخ 22 أكيد ندعو كل الناس عشرة يوم الأحد القادم. الأحد القادم بتمنى حضوركم وحضور أكيد. الناس يسمعوا شو يعني هي الموسيقى لما بتنعزف بس فقط موسيقى جادة بشكل منفرد تختلف أكيد. أكيد ونحن سعيدين بوجودك معنا شكرا اليوم. لكم. شكرا لدعوتكم. شكرا لقناة الأخبارية السورية لهالدعم الحلو إلي وإن شاء الله هيك إلى مزيد من الفرح والتقدم لبلدنا. شكرا لك العازف وسام الشاعر. بنفتخر نحن بفنانينا السوريين. شكرا لتواجدك معنا. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لعزف آخر على عزف السياسة.